دلوقتي ما فيش. استنى بحاول اشوف البتاع. مفيش حاجه، مش كاتبين لك حاجه. خلاص كاتبين لك حاجه. هم انت دافع لهم اكتر ولا ايه؟ اه طبعا طبعا. تصدري توقعي بطاطس. اتوكل على الله. فراخ. ليمون. 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 ليمون ماشي، ما فيهوش مشكله. ليمون. شبت. اه. توم. ملح وفلفل. فراخ. ايوه. صينيه بطاطس بالفراخ وصوص الليمون بالثوم. ونحط الشبت للتزيين. لا واسعك مني قوي. لا هواي. الموضوع بقى صعب. هي كانت قريبه بس يعني التجويد ما بيفتش. على فكره اه. يعني الاسلوب القديم احسن اللي هو ايه؟ فراخ بالبطاطس. ما انا قلت اعلي عليه شويه. والشبت عشان والشبت عشان ما... كده. في الحالات اللي زي دي انا لسه قايل لك. انما التجويد ده نفس الكلام. قايل لك ايه؟ قايل لك ايه؟ بيبقى في ناس احيانا اه بي 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 في حسد وكده فاهم، عشان انت عارف الطبخ هم مش عارفينها، فبقول لها اه صح ايه ده برافو عليكي، فكده ساعتها الحسد. عشان ما لان ما تسبقش مني بعد كده. اه شفت ادي اخره الصحاب. نروح للشيف على طول ونشوف النهارده مقدم لنا ايه. وصفتنا النهارده زي ما احنا متعودين مع بعض، وصفه هتبقى جديده، تبقى طعم مختلف عن اللي احنا متعودين عليه، بس بنفس الحاجات او الادوات والخامات اللي احنا بنشتغل بيها في البيت. هنعمل النهارده صينيه بطاطس بالفراخ بالشبت والثوم، هيبقى الطعم مختلف تماما، هيبقى الشبت يكون البطل بتاع الطعم اللي احنا هنقدمه النهارده. نشوف المقادير على الشاشه ونرجع نقول هنعملها ازاي. الطريقه احنا شفنا طبعا المكونات بسيطه جدا، هنشوف الطريقه هنعمل ازاي. انا معايا حله على النار فيها ميه بتغلي، حطيت معلقه من الملح. هنجيب البطاطس، اي بطاطس انا نقيت الصغيره دي عشان تبقى لطيفه معايا كده. هنقطعها مثلا كده اهو ارباع بالشكل ده. انا ما قشرتهاش لان هي كانت نظيفه، وانا كمان غسلتها والله وبالفرشه، ويعني ظبطتها جامد جدا من ناحيه النظافه يعني. هنقطع كل الكميه اللي عندنا بالشكل ده. نحاول اقول لكم الخطوات سريعا عشان هيكون معانا ضيف النهارده، فقره مهمه طبعا هيكون في الاستوديو، فلازم نخلص نسيب المجال يعني. فاحنا هنقطع البطاطس الكميه اللي احنا هنسلقها، مش لازم تكون الكميه اللي انا جايبها دي كلها كده. المية اللي بتغلي دي هسقط فيها البطاطس، هسيبها 10 دقايق بالظبط، انا مش عايزها تستوي يعني. هديها بس 10 دقايق في المية اللي بتغلي بالملح ديت، وهصفيها من المية، هشيلها من المية طبعا، وهبدأ اجهز التتبيلة اللي انا هتبل بيها البطاطس مع الفراخ، الاتنين هيتبلوا بنفس التتبيلة. هنزل بقى بالبطاطس كده زي ما قلنا، هي 10 دقايق بالظبط، وهنرفعها من الميه ونصفيها عشان هنبدا نشتغل بيها المرحله الثانيه. نفترض على ما البطاطس تاخد ال 10 دقايق بتوعها، اكون انا بجهز الصوص اللي انا هعمله او التتبيله اللي انا هعملها، اللي هو هحط عصير الليمون والثوم المفروم والشبت. يا ريت نضرب الشبت وال يعني هنضرب الثوم، افضل يكون في الهون بتاعنا يعني، وبعد منه هنحط الشبت ونخلطهم على بعض مع عصير الليمون ونديله ملح وفلفل، ونبدا ننزل بقى بالتتبيله دي كلها على البطاطس بعد ما احطها في الصينيه اللي هدخلها الفرن، واحط فوقهم الفراخ وابدا اتبل المجموعه كلها بنفس التتبيله اللي احنا عملناها او اللي احنا هنعملها، وهنقوم مدخلينها الفرن على درجه 200 تقريبا نص ساعه، نخرجها ونبدا نديها من الصوص اللي احنا تبلنا بيه الاول، هنسيب منه شويه عشان نجدد الطعم ما ينشفش مننا يعني.
وبعد كده هنطلعها ونشوف شكلها ايه. هحاول ارجع لكم واحنا بنعمل التتبيله. دلوقتي هرجع لزمايلي في الاستوديو ونكمل بقيه. تسلم ايدك يا شيف محمود، هنرجع لك تاني اكيد. ويعني لو محتاج اي مساعده في اي خطوات هدير حد ام سهل. طبعا انا هحتاج حد يدوق. إيه؟ لو هتحتاج حد يدوق محمد، تحتاج حد يساعدك. هدير حد يقطع بصل، يقطع طماطم، يقطع. لا لا خلاص انا انت شايلني العذاب ده انا لوحدي. انا كده تمام فل يعني، بس اديلها البتاع اللي بتقطع عليها. وهات لي باميه والنبي، بحب انا موضوع الباميه ده. تبقى الاستاذه سعاد بتاعه الدور الرابع. ايوه ما ده مع فايف. المشكله انها تتخرط ام الخير وقاعده بتقدم البرنامج، مش مشكله سعاد. ده مش للدرجه دي يا محمد، انت عايزني اضطرت خالص. شيف قول لنا كده، انت كده البطاطس بعد ما خدت ال 10 دقائق في الميه اللي بتغلي، حطينا من فوق منهم الفراخ. هنا فرمنا الثوم مع الشبت، وحطينا تقريبا ربع كوبايه من زيت الزيتون. هنبدا بقى ايه نتبل قصادنا كده. هو لازم الشبت والحاجات دي يا شيف ولا هو الطعم الاساسي بتاعها؟ دي الفكره الجديده او الطعم المختلف عن اللي احنا بنعمله عندنا يعني. كده تمام. بقلب بقى كل المكونات دي كده علشان التتبيله دخلها في بعضيها كده. طب ليه ما خليتهاش الاول في طبق وبقى تدعك الفراخ بالتتبيله والكلام ده كله؟ ليه ما لا ما انا عايز اتبل كله من نفس التتبيله، البطاطس مع الفراخ. ماشي في وقت واحد. حطها في كيس واقعد ارج الكيس كده برضه. طريقه جميله جدا عشان تخلي التتبيله. كان عندي حد اعرفه يا شيف مسك، عارف انت الكيس الحراري ده؟ اه حط فيه كل حاجه، الفراخ والبطاطس والتتبيله وكل حاجه، وقعد يعمل في الكيس كده كده كده. لقيت الكيس قطع. قطع. حاولت اقنعه ان ما ينفعش تعمل كده في الكيس. انا بعمل كده وما بيتقطعش؟ ما بيتقطعش. لا والله اهو عادي. هو بس يمكن انت عملته بلطف شويه. لا هو كان راجع من الجيم بس كان مستقبل شويه. هنخش بيها على الفرن. كريمه الكيس الحراري من يوم. وبقيه التتبيله هنبقى بس والله ريحه حلوه يا شيف. ابتدت هو ما زلنا في نفس الريتم اللي احنا ماشيين عليه. هي الطماطم اللي بتزيد، يعني الطماطم بتبدا من 120 لحد 250 على حسب جوده الزرع. فهي موجوده في السوق 15 20 وفي اقل من كده طبعا اللي هي جودته اقل. بالنسبه مثلا بعض الخضار الكوسه بتعمل من 5 ل 7 جنيه الكيلو. الباميه تعتبر برضو غاليه 30 جنيه الكيلو في سعر التجزئه يعني. البطاطس 5 7 على حسب جوده فنقول برضو الامور تعتبر فيها يعني كويسه. مع الطماطم لحد قبل التصريحات اللي طلعت فاحنا بنقول ان الامور لا زالت كويسه. مش عارفين في الكام يوم الجايين والله، زي ما قلت انه اقتربت والله ربنا يستر. هو بس انه عايزين نرجع برضو ان ممكن يكون اسعار الخضار دي هدوءها او السعر رخيصه، ان مفيش قوة شرائية. صحيح. يعني مفيش ضغط على الشراء فالمعروض كتير. والله شوف هي الناس فعلا في احنا حتى لما بتيجي بقول لك انا احيانا بتابع عدد من الجروبات اللي موجودة على الفيسبوك، فالناس بتتكلم على الاسعار وبتتكلم على المشتريات اللي بتشتريها يوميا اختلفت من فترة لفترة ولا لا. بس هو الموضوع مش حالة يعني الناس بقت تشتري على قدر الاحتياج بس. صح. ما بقاش زي الاول. عشان كده بنقول المعروض كتير عن يعني بالزبط. مفيش قوة شرائية بالزبط. الناس مش قادرة يعني. بالظبط. خلينا نروح نشوف الشيف محمود الاول وصل لايه في الاكله اللي ما شاء الله ريحتها قلبت الاستديو. ريحتها جميله جدا فعلا. التتبيله بتاعتها عظيمه. الشبت والثوم والليمون. لا لازم تجربوها يعني، الفراخ مع الصوص ده ممتازه يا شيف والله. ممتازه. انت دوق بالنيابه عننا يعني. مش هتكلم. تسلم ايدك يا شيف. تسلم ايدك. تسلم ايدك يا شيف محمود. بشكرك جدا على الاكله العظيمه دي، وبشكرك جدا يا هدير. شكرا جدا.